ليس أنتم أيها الغربيون من تمتلكون حلفا واحدا من الجيوش الموحدة للدفاع عن أنفسكم، فنحن سنمتلك حلفا كما تمتلكون. هكذا يقولها العرب لدول حلف الناتو، فمن المحيط الأطلسي غربا وحتى الخليج العربي شرقا، ثم من المتوسط شمالا عند تركيا إلى السودان جنوبا مرورا بمصر. ستجد الجميع منخرطين في مشروع بناء التحالف الذي يختار له ملك الأردن اسم الناتو، بحجة التصدي لأطماع المشروع الإيراني في المنطقة. وعن أي أطماع تتحدث يا هذا؟ وعن أي ناتو للعرب هذا الذي تريدون له أن يكون؟ فإن قالوا سيحمون أنفسهم من إيران فمصارين البطن تتعارك، ولكن لا يعالج الداء بالسم. ما هذا الجنون؟ العرب يتحدون في جيش واحد مع إسرائيل بمباركة أمريكية. ماذا ستخبرون شهداء سيناء؟ وماذا عن الفلسطينيين؟ ماذا عن المقاومين المدافعين عن أرضهم؟ لقد تاهت البوصلة العربية يا سادة، فمن يعيد كفة العرب إلى نصابها؟ كسر البروتوكولات، تحركات عربية مريبة وزيارات كثيرة تلوح بحلف عربي. العرب بدأوا بطرح خلافاتهم جانبا. بدأت القصة بتصالح سعودي قطري وكسر خلافات دامت لسنوات. ما الذي يجري في المنطقة يا سادة؟ ليس ذلك فقط، بل ظهرت السعودية بزيارات رسمية إلى مصر. وصل ولي العهد السعودي، وعلى غير العادة هرول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستقباله أسفل سلم الطائرة. بن سلمان اتجه للأردن ليحظى باستقبال مماثل لما حدث في القاهرة. وعن أي حفاوة نتحدث؟ بن سلمان واصل زياراته المكوكية وحط طائرته في تركيا. شيء لا يصدق، أعداء الأمس أصدقاء اليوم؟ لكن مهلا، أليس هذا أمير دولة قطر؟ نعم، إنه هو بشحمه ولحمه. حتى طائرته في الأراضي المصرية بعد قطيعة دامت لسنوات. والسيسي يكسر البروتوكولات مرة أخرى ويستقبله بحفوة وفي المكان ذاته حيث استقبل بن سلمان. هذه الزيارات كانت قبل سنوات قليلة جدا محضا من الخيال. السعودية وقطر، قطر ومصر، السعودية والأردن، إنه زمن تصفية الخلافات وكسر البروتوكولات. فهل يطبخ الحلف على نار هادئة؟ اتفاقات وتفاهمات ومفاوضات سعودية إيرانية. زمن الخلافات قد ولى والمنطقة العربية ترى بعين أخرى. فما الذي استجد اليوم أيها العرب؟ أهي الحرب الروسية الأوكرانية؟ أم هي أزمة الغذاء العالمية؟ أيا يكون السبب، فالنتيجة هي رغبة لشعوب المنطقة. الناتو العربي. بدأ إنشاء فكرة حلف الناتو العربي بتطبيع الإمارات مع إسرائيل، ثم البحرين مع إسرائيل، يليها تفاهمات قوية ومشاريع ضخمة بين تركيا وإسرائيل. ولم تتوقف هنا، بل وضعت إسرائيل قدمها في الأراضي العربية. هل يتوقفون هنا؟ لا، لن يتوقفوا. يجب أن يبنوا لهم قواعد دفاع مشترك في الدول العربية. لا تستغرب، نعم، لقد وقعت الإمارات والبحرين على اتفاقيات دفاع جوي مشتركة مع إسرائيل، وباركت الولايات المتحدة هذا الزواج غير الشرعي. يا للعجب، هل نسي أبناء زايد وصية أبيهم عن إسرائيل حين قال: قاتل الله ديمقراطية إسرائيل؟ هل الديمقراطية قتل الأطفال العزل؟ أعوذ بالله من هذه الديمقراطية. يقال عن إسرائيل ديمقراطيين، مدام إسرائيل ديمقراطيين يقتلون الأطفال ويقتلون النساء، لا عندهم سلاح ولا بيديهم سلاح، يقتلون النساء والأطفال ويهدمون بيوتهم. الرئيس الأمريكي السابق ترامب التقط فكرة عربية واقترح إنشاء نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي، على أن يقوم الحلف بين دول الخليج ومصر والأردن بالشراكة مع واشنطن. أما هدفه فهو معلن، وهو التصدي لما يصفونه بالتوسع الإيراني. عبد الله الثاني ملك الأردن يقول إنه يؤيد نسخة شرق أوسطية من الناتو. بعدها كشفت التقارير عن لقاء عسكري عقد بشرم الشيخ بمصر، ضم عسكريين أمريكيين وإسرائيليين بجانب مصريين وآخرين من دول خليجية لاستكشاف التنسيق ضد التهديدات الإيرانية.
مشروع تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، واختصاره في الترجمة الإنجليزية بكلمة ميسا أو الناتو العربي، كما اصطلح على تسميته إعلاميا، يضم دول الخليج الست بالإضافة إلى مصر والأردن. لكن أمريكا تريد لإسرائيل أن تكون قائدة لهذا الحلف. ما كل هذا الجنون؟ قالها جمال عبد الناصر يوما لبريطانيا التي سهلت دخول المحتل الإسرائيلي لفلسطين. دنت ولد 60 كلب، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أما بتطلع الإذاعة البريطانية وبتقول إن جمال عبد الناصر كلب مثلا زي ما قالوا، بنقول لهم وانتوا ولاد 60 كلب. الولايات المتحدة ترغب بجيش عربي موحد مع إسرائيل. ترد الشعوب العربية: نعم نريد جيشا موحدا، لكن ليس مع الكيان الإسرائيلي. فكيف للمصري أن يتشارك مع الإسرائيلي في خندق واحد؟ وقد قالها الحسين ملك الأردن الراحل: اصبروا، صابروا، رابطوا، قاتلوا بأيديكم، بأظافركم وبأسنانكم. اصمدوا، اصبروا، صابروا، رابطوا، اقتلوهم حيث وجدتموهم، بأسلحتكم، بأيديكم، بأظافركم، بأسنانكم. فلتنفض غبار قبرك أيها الملك لتشاهد ما يصنعه أولادك. هل نسي العرب شهداء سيناء من جميع الدول العربية؟ هل نسي العرب ضحايا الجولان السورية؟ هل نسي الجميع أشقاءهم الفلسطينيين الذين يقدمون أرواحهم ليذودوا عن أرضهم العربية؟ حلف الناتو العربي حلم كل عربي، لكن بعيدا عن أعداء العرب وفي مقدمتهم الكيان الإسرائيلي. يوم أن جاء الأمريكان يطلبون من الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز أن يبيعهم النفط، وقف لهم بحزم وقال: أنا رجال كبير في العمر وعندي أمنية، أبغى أصلي ركعتين بالمسجد الأقصى، تقدر تحقق لي هالأمنية؟ هناك بهت الأمريكان لدعمهم للاحتلال الإسرائيلي يومها. فهل يعيد العرب الكرة مرة أخرى؟ وأنت متابعنا، إذا تطوعت يوما في الجيش لحماية بلدك وفي حلف تعطي كل دولة مجموعة من جنودها لتعزيز هذا الحلف، لو وقع الحظ عليك ليكون قائدك شاليط الإسرائيلي، هل ستؤدي له التحية العسكرية؟